بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا كنت وعدتكم إن أطلع بث مباشر عشان خاطر نسمع المصطلحات. لما جيت أطلع البث مباشر ما لقيتش معايا إلا 4 أو 5 طلاب، طبعا مش هينفع بث مباشر ب4 أو 5 طلاب. فأنا عايز كل أم تكون حريصة على ابنها مجرد ما يسمع الفيديو يسمع الكلمات في ورقة، بيكتب اسمه ومدرسته ويصورها بالموبايل وبعدين يبعتها على رقم الواتس اللي أنا قلت عليه، بديل للبث المباشر. يلا يا شباب جهزوا ورقة وقلم ويلا بينا عشان نسمع الكلمات. أنا هقرأ الكلمة بالإنجلش وأنت تكتبها بالإنجلش وترجمها بالعربي. يبقى مطلوب منك الكلمة هقرأها بالإنجلش وتكتبها بالإنجلش وترجمها بالعربي. يلا جهز ورقتك وقلمك ويلا ركز معايا. matter، هكتب matter، تكتب معناها بالعربي. graduated tools أو measuring tools زي ما أنتوا واخديننا measuring tools، اكتب لي ميجرنج تولز وتكتب لي معناها بالعربي. تايني، اكتب تايني بالانجلش وتكتب معناها بالعربي. سبيلد، سبيلد، تكتب سبيلد بالانجلش تكتب معناها بالعربي. ستون، 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 هتكتب لي كلمة سبيس، سبيس، سبيس. regular 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 relation relation relation. مجموعة الكلمات البسيطة دهيت، تكتب لي الكلمة بالانجلش تكتب لي معناها بالعربي. بعد ما تخلص هتكتب اسمك ومدرستك تحت في الورقة وتبعتها لي على رقم الواتس 010-18-601900. ان شاء الله ميعادنا بكرة، فيديو جديد مصطلحات لسن 2 بإذن الله رب العالمين. منتظر إجاباتكم على الواتس بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.